بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الدرس ده هنتكلم عن أنواع الفعل المتعدي، وكنا أخذنا في الدرس السابق الفعل اللازم والفعل المتعدي. والفعل المتعدي له عدة أنواع: ما ينصب مفعولا واحدا، ما ينصب مفعولين، ما ينصب ثلاثة مفاعيل، أي ما يتعدى لمفعول واحد ويتعدى لمفعولين ويتعدى لثلاثة مفاعيل. والنوع الأول ما ينصب مفعولا واحدا، يعني الجملة يكون فيها فعل وفاعل ومفعول واحد، وطبعا الفعل هو اللي بيرفع الفاعل وبينصب المفعول به، زي الأمثلة اللي قدامنا دلوقتي: كتب سعيد الرسالة، قرأ محمد كتابين، إلى آخره. عندي كتب وقرأ وأرسل وكافأ وولى، وكلها أفعال تتعدى لمفعول واحد أي تنصب مفعولا واحدا. وتعالوا نشوف إزاي هذه الأفعال بتنصب مفعولا واحدا وإزاي نعربها مع بعض. طبعا كل مفعول في الجمل اللي قدامنا مفعول به منصوب، وطبعا إحنا بنقول مفعول به منصوب من غير ما نفكر لأن المفعول منصوب، لكن الأهم المفعول به في الجمل دي منصوب بإيه وإيه السبب. ونبدأ بالمثال الأخير. فين في المثال المفعول به منصوب؟ طبعا كلمة أبا بكر فهي مفعول به منصوب، وعلامة النصب هنا إيه؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. المتفوقات، كافأ المعلم المتفوقات، إيه علامة النصب في المتفوقات؟ طبعا الكسرة. طب ليه هنا مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. النبيين، طبعا النبيين جمع مذكر سالم، فأكيد علامة النصب هي الياء. وكتابين مثنى، برضو أكيد إن علامة النصب هي الياء لأنه مثنى. والرسالة مفعول به منصوب ليتنصب بالفتحة لأنه أصلا ليس مثنى ولا جمع ولا من الأسماء الخمسة، فهو منصوب بالفتحة. النوع الثاني من أنواع الأفعال التي تتعدى لمفعولين، ما يتعدى لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وما يتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يعني إيه الكلام ده؟ نشوف المثال علشان نفهم الكلمتين دول. حسب علي الأمر سهلا، ظن الطالب الامتحان يسيرا. حسب فعل ماض مبني، علي فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، الأمر مفعول به أول منصوب بالفتحة، وسهلا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. ونفس الكلام هنطبقه على المفعولين في المثال الثاني. الامتحان يسيرا، الامتحان مفعول به أول منصوب، ويسيرا مفعول به ثاني منصوب. طب إيه هي حكاية أنه ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر؟ لو إحنا جينا ونزعنا المفعولين من المثال الأول وخرجناهم بره في جملة لوحدهم وقرينا الجملة دي، هنلاقي إنها جملة مفيدة ولها معنى، وتعرب كمان مبتدأ وخبر. الأمر مبتدأ مرفوع، وسهل خبر مرفوع. ونفس الكلام هنطبقه على المثال الثاني. الامتحان يسيرا، ناخد المفعولين ونحطهم في جملة لوحدهم، هنلاقيها جملة مفيدة ولها معنى، وتعرب أيضا مبتدأ وخبرا. إذا هذا النوع من الأفعال الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هذا هو معناه، أن هذين المفعولين إذا انتزع من المثال ووضع في جملة بمفردهما ستكون جملة مفيدة ولها معنى. ننتقل للنوع الثاني، ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. أعطى خالد المسكين مالا، وكسى الغني الفقير ثيابا. نعرب الجملة. أعطى فعل ماضي مبني، خالد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة، المسكين مفعول به أول منصوب، ومالا مفعول به ثاني منصوب. ونفس الإعراب هنطبقه على المثال الثاني. طيب لو حبينا ان احنا ناخد المفعولين من المثال الاول ونحطهم في جملة لوحدهم ونقرا الجملة، هنلاقي انها جملة ملهاش اي معنى ولا تعرب اي اعراب. المسكين مال، ما معنى المسكين مال؟ ملهاش معنى. وناخد الفقير ثيابا ونخليها الفقير وثياب، برضو جملة ملهاش اي معنى. وده معنى ان هذه الافعال زي اعطى وكسى تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبرا زي المثالين دول. النوع الثالث من أنواع الفعل المتعدي، النوع الذي ينصب ثلاثة مفاعيل.
زي المثالين اللي قدامنا دول، أعلم زيد القوم الخبر صحيحا. أعلم فعل ماضي مبني وزيد فاعل، وعندنا ثلاث مفاعيل في الجملة: القوم والخبر وصحيحا. أريت أيضا أرى فعل ماضي مبني والتأتأة الفاعل، وعندنا ثلاث مفاعيل في الجملة اللي هي خالدا والأمر وواضحا، ونشوفهم مع بعض بالتفصيل. أعلم زيد القوم الخبر صحيحا، أعلم فعل ماض مبني، وزيد فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة، القوم مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الفتحة، الخبر مفعول به ثاني منصوب أيضا بالفتحة، وصحيحا مفعول به ثالث منصوب. ونفس الكلام نطبقه على المثال الثاني: أريت فعل ماضي مبني وتأتأ الفاعل طبعا، وخالدا مفعول به أول منصوب، والأمر مفعول به ثاني منصوب، وواضحا مفعول به ثالث. كل هذه المفاعيل علامة نصبها الفتح. إذن ينقسم الفعل المتعد إلى ثلاثة أنواع: ما ينصب مفعولا واحدا، ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ما ينصب ثلاثة مفاعيل. ونتدرب على بعض الأمثلة: أعطي كل ذي حق حقه، ونعرب المثال مع بعض. أعطي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وكل مفعول به أول منصوب، وذي مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء. ليه هنا الجر بالياء؟ لأن ذي من الأسماء الخمسة، وبعد الأسماء الخمسة زي ما تعلمنا بيكون مضاف إليه أيضا مجرور، وهنا علامة الجر الكسرة في كلمة حق، وحقه مفعول به ثان منصوب وعلامة النصب الفتحة. إذن أنا عندي أعطي من الأفعال المتعدية لمفعولين، كل هي المفعول الأول المنصوب، وحقه هي المفعول الثاني المنصوب. ونشوف المثال الثاني: كسوت الطفل ثوبا جديدا. كسوت كسى فعل ماضي مبني والتاء الفاعل، الطفل مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الفتحة، ثوبا مفعول به ثاني منصوب وعلامة النصب أيضا الفتحة، وجديدا نعت، والنعت من التوابع يعني بيتبع المنعوت في علامة الإعراب، وطبعا هو نعت لثوبا، وثوبا منصوبة، إذن هو نعت منصوب علامة النصب الفتحة. وكسى من الأفعال التي تتعدى لمفعولين، المفعول الأول الطفل والثاني كلمة ثوبا. وفي بعض الأمثلة اللي إحنا المفروض نتدرب عليها لوحدنا، ونشوف إحنا فهمنا الدرس ولا لا. وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.